الإسلام. يا ابن نوح النبي الصالح، أعلم أنك تسمع كلامي. بسم الله القادر الواحد الأحد، آمرك أن تقوم، آمرك أن تقوم من قبرك الآن. كيف هذا؟ إنها معجزة، إنها معجزة. معقول؟ انظروا انظروا انظروا، لقد أحيا، لقد أحيا، لقد أحيا، معجزة. يا عبد الله، لبيك يا روح الله. قل لنا من أنت، قل لي يا عبد الله. أنا عبد الله سام ابن النبي نوح، نبي الله الرحمن، واحد من أبناء نوح الثلاثة الذين نجونا من ذلك الطوفان. يا سام، قل، هل تعرفني؟ أجل، أنت عيسى، أنت ابن مريم الطاهرة، مريم الطاهرة العذراء، أنت عيسى النبي العظيم المبعوث إلى بني إسرائيل. يا سام، لقد عرفت من وحي الله أن شعر رأسك ولحيتك كان أسود، والآن أرى أنه أبيض. أقسم بالله العظيم أنها كانت كذلك، ولكن عندما ناديتني اعتقدت أن القيامة قد قامت، فأصابني الجزع العظيم من ذلك اليوم. عندئذ بيضت لحيتي وشعري. هل أطلب من الله أن تعود إلى الحياة مجددا مدة من الزمن؟ لا يا روح الله، كل من يعيش في هذا العالم سيذوق حتما الطعم المر لخروج الروح من الجسد. أقسم بجلال الله أنني لم أنس بعد الطعم المر لخروج الروح من الموت الأول للجسد الفاني. لا طاقة لي أن يقبض ملك الموت روحي مرة ثانية. لقد كنت نائما نوما هنيئا إلى أن استدعيتني إلى رحمتك العليا. لذا أريد يا رسول الله الطاهر أن أعود إلى جوار رحمة ربي قبل أن أتلوث بدنيا هؤلاء الناس ومن دون أن أتذوق،
طعم الموت، طعم خروج الروح المر من الجسد مجددا. إنك تقول الحق، إنك تقول الحق يا سام. الآن هل لديك كلام آخر؟ أيها الناس، هذا الرجل هو عيسى بن مريم الطاهرة. إنه يقينا روح الله وكلمة الله العليا. آمنوا برسالته ونبوته واتبعوا تعاليمه بأرواحكم وقلوبكم. آمنوا به حتى تهتدوا.